السلام عليكم. اليوم هتعلم كيفية صناعة جهاز الجلاولر أو ما يعرف بالزوام. يستخدم هذا الجهاز لفحص الارميتشر إذا كان به دمج بالملفات، ويقصد دمج الملفات هو حدوث شورت بين ملفات الارميتشر، أي إزالة المادة العازلة للأسلاك وحدوث شورت بين الأسلاك. طبعا هذا الجهاز مصممه من زمان فترة طويلة، على الرغم من انه بسيط جدا لكنه فعال جدا في فحص الارميتشرات. راح نجرب تجربة ان الارميتشرات اثنين، واحد سليم واحد بيدمج. نفحص اول شيء هذا بيدمج، نستخدم هذا، حدوث اهتزاز يعني دلالة انه هذا المجرى بيدمج، اسلاك صار بيها شورت. هذا ايضا بيدمج، هذا هنا ماكو اهتزاز، يعني هاي الاسلاك هنا سليمة، هذا المجرى ايضا سليم، هذا بيدمج، لاحظ اهتزاز. اهتزاز جدا قوي، راح نجرب ارميتشر الثاني سليم، ماكو اهتزاز. هذا الارميتشر سليم. مثل ما تشوفوا تصميمه جدا بسيط، وهذا الملف خاص بالمروحة، نوع من أنواع المراوح مثل هذا، ومتوفر كل شهواي، متوفر بكل مكان ما تشوفوا. هذا حجمه صغير، هذا حجمه أكبر بعد، راح أصمم واحد مثله. قبل أن نشتغل لازم نفحص الملفات، نشوف أنه سليمة، نفحصها بالأوميتر أو نشغله. هنفحصها بالكهرباء، ما بي شي شغال. نفحصها بالأوميتر، الملف سليم. راح احاول افككه، هذا شكله بعد التفكيك. وهنحاول القطعة بشكل حرف V. قبل أن نقطعها لازم نشيل ذني أسلاك هاي النحاسية، لازم نقطعها. Thank you.
راح نقطعها بالكوصلة بهذا الشكل، شكل حرف V. اقطع بالكوصلة وارجع لك. هذا شكله بعد ما قطعناه. هنحاول نعمه شوية بالكوصلة إلى نصير شكل عدل. أصير أملس. أم كاحد نحادة شوية. هنعمها. بعد التنعيم أصبح بهذا الشكل. قطعت الجزء الأسفل، هذا يطلع شكله أحلى بعد. بس نجي نفحصه. طبعا لاحظت عند التشغيل الملف يسخن، لان الملف كلش قوي، مو مثل السابق كان عندي اللي كان صغير. هذا الملف الكبير يسخن. راح اقلل الفولتية الداخلة للكويل واربطه بسيريس، اربطه ويا جلوب حتى اقلل الفولتية، وبذلك اقلل الحرارة مالت الجهاز. ربطت هولدر ويا الملف حتى يقلل الفولتية، وأستخدم مصباح 100 واط.
الملف حرارته زينة، أصلا ما قاية حرارة. إذا ربطنا مباشر بالكهرباء بدون مصباح راح يسخن بسرعة، بينما إذا ربطنا المصباح السيريوس راح يقلل من الفولتية وبالتالي يبقى بارد. طبعا راح أحاول أربط المصباح بغير مكان حتى لا يأثر على التصوير أثناء التشغيل، لذلك راح أفصله منه ويكون الربط خارجي. هنا راح أستخدم خشبة، أي خشبة موجودة بالبيت عندك، أي شيء متوفر عندك، حتى أثبت عليه الجهاز بهذا الشكل. ذلك دق ما يحتاج، طفي وشغل. واحتاج هذا البوكس، بوكس بلاك، حتى أغلفه، ثبته فوقه ويتغلف.
نكمل الجهاز بهذا الشكل. نجي نفحصه، لا ننسى نربط على السيريس والمصباح حتى شوي يقلل الجهد على الملف. طبعا هناك عدة طرق لتصميم جهاز الجلاولة، ولكن هذا يعتبر أفضل طريقة وأسهل، لأن ما يحتاج شغل هواية. مجرد تجيب هذا النوع من الملفات وتقطعه وتستخدمه بسهولة، بينما الطرق الأخرى لازم تحتاج إلى قلب كويل وتقطعه إلى نصفين وتلحمه وتلف عليه عدد لفات معينة، بعدين أيضا راح يصير بشغل هواية. وهذا يعتبر أفضل طريقة وأسهل طريقة. تقبلوا تحياتي، أخوكم مصطفى، والسلام عليكم.